الرجال هو اللي بيصور. انا والله اني جايب انا اللي جا. الساعة 5:11 دقيقة العصر، بنروح انا والشيخ ريان. طيب انت تقدر ركبت حنطة حصان من قبل ولا؟ ركبت. انا ما اقدر ركبت، بجرب. وان شاء الله انه ما عليه تجربتك معي ان شاء الله بيحز لها. مرة. ما عليه. مرة، عاد انا رجال مبتدي. الحين قاعدين ننتظر السيارة حقتنا وان شاء الله انها ننتظر الشيخ كريم. بنروح مع كريم، احنا عددنا 1 2 3 4 5 6. ستة. بالسلامة برنا. الله يسلمك والله. والله جو طيب. الحين ابي لها بيحيى وابغى ندور لك خيل. اصيل عشان نشوف. والله لازم تجربة كلها. ان شاء الله نحصل لنا واحد طيب. صور السيسي محمد، صور. وين هو؟ سيسي نورا. للاسف اللوكيشن هذا ما كان فيه يعني خيول كثير، فنضطر الحين نحرك لوكيشن ثاني ان شاء الله يكون فيه يعني خيول طيبه. نورنا والله ابو فواز. نور نورك. ايش الريحانه الحلوه هذه؟ والله ما اخذ طال عمرك عشان يمزك. الله يعينك. اللهم يا سلام. بس والله الاجواء الحين طيبه. نعم الاجواء طيبة. في الردف. يا مرحبا، شوفوا الاجواء يا ريديل، حياكم الله. الردف يا ريديل، حياكم الله. مصيفين يا مرحبا ومساء. يا مرحبا ومساء. ارحم اليوم. ارحم. بيحيى. كيف الحال؟ والله خير. صور بيحيى. هذه منظر الشمس. ان شاء الله حصلت شيء كويس يعني. لا والله قاعدين نطالع ندور لك شيء كويس. والله كان ودي اني اركب الحصان. اي والله، لكن ان شاء الله انا لازم اخفف الوزن مع الوقت ان شاء الله بتركب باذن الله. هذا فلوق يسجل التاريخ ان شاء الله باذن الله. بعدين تجي تركب. الحين عندنا جمداب نركب فيه ان شاء الله. لا امسك هنا. حياكم الله. سلامة. والله شعور طيب. ما اقول انه كان زي كذا يعني يسافرون ايام اول. والله ركوبه صعب عيال. انزل بالراحه. بالراحه يا باشا. بالراحه. يمين كذا خلاص. يعطيك العافيه يا زول. يعطيك العافيه يا زول. ما قصرت. والله كان شعور يعني غريب صراحه، اول مره في حياتي اركب جمل. ابرنا والله متعه الصراحه. والله متعه صح ان ركوبها صعب شوي، لكن باذن الله اني بنحف والخير. وعدنا خيل ان شاء الله. باذن الله وعدنا الخيل ان شاء الله. رحله امنه يا عيال. هاي نبدا تجول. طبقه تجول. هذا منطقة الردف معروف عند ناس كثير خصوصا اهل الطائف. الجهة اللي قدامي بالضبط فيها منتزه الردف، هذه المنطقة تشتهر اكثر شيء بالاحصنة والدبابات والدنيا. انا والله صراحة ودي بدباب للحين. بس دبابات عشان الحكومة منعتها ما يجون كثير. الحكومة منعت دبابات؟ ما يجون حاجة. والله هذه معلومة جديدة الصدق. عشان الدبابات عشان يقول لك تصادم مع خيول ابيها. كذا مقطع انت صار اكثر اللي يدخلون هنا بدبابات الحكومه يعني ما تدري عنها. كميه توتر ذا المكان. الحين قاعد في نص الساحه هذه تقريبا، دائما احس انه في حصان وراي بيمشي، في سياره تمشي، لازم اقعد كل شويه طالع كذا يمين يسار. هذا ريان قاعد يصور صوره. ابد والله العيال ما ادري وين راحوا. الحين بندق عليهم. والله سحبوا علينا سحبوا. اي والله تركونا هنا لحالنا. امزل انا اخذ لقطه من الغروب يا ابو خنفور. يلا ابد والله عيال باقي ما جو، ولازم نروح ناخذ ايس كريم من السياره هذه. تعال معي. لا تفضل فراوله. جيب فراوله فانيليا كاسه. هذا الايس كريم اخذناه، خليه يبرد بنا شوي. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش افضل نوع ايس كريم عندكم. انا بالنسبه لي الفانيليا والفراوله. انا بالنسبه لي شوكولاته فانيليا. وانتو اكتبونا تحت في الكومنتات. من زمان نشوف هذا المنظر اللي هو المنظر الخارجي حق سيارة الايس كريم، نبغى نشوف من جوا كيف النظام. بسم الله. بسم الله.
شيء ندخل من هنا. بسم الله. والله مساحة ضيقة يا عيال. هذه هي سيارة الايس كريم من جوا. كلنا ما تلاحظون هنا اللي هي الايس كريم. بس ياخذ على طول يلف منديل ويشتغل هنا. والله من جد احس انك اني داخل غرفة. ما شاء الله هذا الجزئية أول مرة أشوفها صراحة. اللي هي القدور. ما أنتم شايفين. زين هذا بليلة؟ بليلة إيه. بليلة. هذا بليلة هذا شاي وجنبه ذرة. هذا ذرة. ممكن أفكه؟ فك 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 شوف. بسم الله. بسم الله 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 ما شاء الله تبارك الله. والله الريحة يا عيال لا تفوتكم بس هنا حر شوي ها؟ إي لازم حر. هذا إي. شنار. يلا يعني شكرا مدير عفوا لك يا حبيبي حياك بس انا كانت السيارات قديمه شوي اي صح ولا هذه سياره الايس كريم شكلي باخذها واوديها البيت اه مدير هلا ما في مشكله اخذها واوديها البيت اي اقدر عادي يلا باخذها البيت بجيب الحسن ايس كريم ظبط العيال كلهم يلا شكرا لك العافيه شكرا والله شيء جميل جدا. الريان وين راح؟ ريان بيحق قلبي وين رحت؟ باخذ مويه عند العيال يلا يلا سلامات والله بعوض الله يسلمك حبيبي الرجال طيب كان بيجيب لنا شاي كان يبغى يضبطنا لكن فجأة كذا تقلب وراح الشاي والله يا رجل نزلت طال عمرك جيت عند ولد اختي سويت مهايتي حبه ونص عرفت؟ ايه وجيت قلت عطني بشيل عنك الشاي عزله شوي تحت يطوق قع وانا اجيب العيد يا رجل سلام الحين القميص حقك معلق هنا في الشجره ها والله القميص انوره يا رجي ايه ينشف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا عوافي عوافي الله يعافيك يا مرحبا مس الحين مليار تحمس برنا تحمس يلا يلا عربيه شيء خير والله مو اعطونا غنيه تهز لحظه مهر لا تهز تهز العربيه هذا مشي اللي لين اقول كيف سمعوك وين انا بغيت اعرف ايش شغله ضبطنا سامي فواز ها كيف زرا زرا ابد زرا ابغاك عقتني صراحه برا انت اكبر اهم شيء ابو يحيى ايه على امن وسلامه اهم شيء ماده خريج الكامله عشان اذا ايه قدر الله ما تنشب كذا كويس كويس النصبه اهم شيء النصبه ما يجيك شيء احنا وراك مع بس دفع انا ما ودي اصلا مالي نيه عادي انت بتهد هرولبه انا بس ودي اترك المجال للعيال يلا يلا يعطيكم العافيه على المشاهده سؤال اليوم يقول ايش افضل منتزه في مدينتك اكتب المدينه حقتك واكتب المنتزه خلونا نشوف منتزهاتكم الحلوه كان معكم محمد نشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم